اهلا بيكم، عاملين ايه؟ كله تمام؟ بدايه الاسبوع كله ماشي؟ هنتكلم في ايه الاسبوع ده يا جماعه؟ بكلمكم بجد، هكلمك على الحكومه عملت ايه في سينا، مش الحكومه راحت النهارده سينا ليه؟ عملت ايه في سينا؟ النهارده كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ومعاه 7 وزراء بيتجولوا، ودي اشاره مهمه جدا، في شمال سينا. بيتفقدوا ايه؟ مشروعات اسكان اجتماعي، مشروعات اسكان متوسط، خدمات ومشروعات تنمويه. راحوا رفح وراحوا الشيخ زويد وراحوا العريش وحاجه 100 فل و14. رفح الجديده اكتر من 10,000 وحده سكنيه لاهالينا العاديين جدا، بيوت بدويه لاهالينا السكان اللي هناك، كل الخدمات. ادي التشطيب قدام حضرتك، يعني انا مش هبيع لك الشقه يعني، بس انا بقول لك هو ده بس اللي بيجرى. انت تتساءل طول الوقت، وفي ساعات مواطن فزلوك، وفي مواطن سايب نفسه للاسف الشديد لاعلام بتاع الاخوان المسلمين. ادي العمارات قدام عينك، ما هياش مثلا مرسومه على ورق، ولا هي مكتات، ولا مجرد رسومات انشائيه. دي العمارات قدام عينين سيادتك، ده التشطيب بتاعها قدام عينين سيادتك، واضح جدا انها مشروعات بتاعه اسكان اجتماعي واسكان متوسط الى اخره. الدوله موجوده هناك، الحكومه موجوده هناك، في اشاره واضحه، الوضع مستقر وسوف يذهب الى ما هو اكثر استقرارا. اللي عاوز يصدق يصدق، هو حر. اللي مش عاوز يصدق ما يصدقش، برضه هو حر. في النهايه خالص دي حريتك وقرارك الذاتي. اللي عاوز يشتغل في البلد دي اهلا وسهلا، اللي مش عاوز يشتغل في البلد دي برضه هو حر. اللي مصدق في ان البلد دي هتعدي ازمتها اهلا وسهلا، من العندي قبل العندي. واللي مش مصدق برضه هو حر. محولات كهرباء، محطات ميه، كل حاجه كل حاجه. احنا معانا على التليفون سيادة السفير نادر سعد، متحدثا باسم الحكومة المصرية باسم مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك سيادة السفير. مساء الخير استاذ يوسف. ازاي الصحة؟ كله تمام؟ الحمد لله، الحمد لله على سلامتك من التجمع. رب شفت يا سيادة السفير، هو سيادتك ساكن في التجمع ولا ايه؟ لا لا لا، بس احد المدن الجديدة، ودي يعني سمة في كل المدن يعني. نايبة كان الله في العون. ما انا سكان 6 اكتوبر، بس احنا دافع جنب التجمع برضه. برضه والله دافع جنب التجمع. سيد سفير، يعني اولا خلينا نتكلم على الاشاره التي اراها انا جيده جدا بل ممتازه لوجود دوله رئيس الوزراء و7 وزراء من الحكومه في المناطق الثلاثه التي كانت شهيره فيما قبل بانها مناطق غير مستقره امنيا، رفح والشيخ زويد والعريش. فانا قلت الحكومه هناك بنفسها. طبعا لحظة فارقة ومهمة جدا، اليوم رئيس الحكومة بيتوجه إلى شمال سيناء برفقة 7 وزراء بيتفقدوا 3 مناطق أو أكثر في ربوع المحافظة. ده يعني أكيد بيدل على إن مش رايح لمنطقة واحدة مثلا نقول دي منطقة مؤمنة فهو زارها، لا، ده هو اتحرك على طرق سريعة وزار 3 مناطق مختلفة، وذهب أيضا لمدينة رفح الجديدة، ودي مدينة جديدة بيتم بنائها على غرار المدن الجديدة اللي منتشرة في ربوع مصر وبها 10,000 وحدة سكنية. هي رسالة تؤكد أن الأمن والأمان عاد بشكل فعال لمحافظة شمال سيناء، والسنوات العجاف اللي كانت بتشهد فيهم عمليات إرهابية مختلفة وأثرت حتى على انتظام العمليات التعليمية. لو ترى النهاردة صحيح جامعة العريش وفرحة الأبناء الطلبة وهم يعني الدراسة أصبحت منتظمة. على فكرة هناك 5 جامعات أخرى يعني، أو 5 جامعات من ضمنهم جامعة العريش، مش بس جامعة العريش. ده غير أن الطلبة، هؤلاء الطلبة مش من سكان شبه جزيرة سيناء فقط، لا، دول جايين من محافظات أخرى، يعني أبناء المحافظات الأخرى أصبحوا بيذهبوا لشمال سيناء لجامعات في شمال سيناء، وده أمر يعني لم يكن متصور منذ عدة سنوات. صحيح. الأمن والأمان تحقق، يعني عملية يعني تحرير ثاني لسيناء بعد تحريرها الأول في 82. العملية التنمية موجودة، وده ناتج عن القرار الاستراتيجي اللي اتخذه سيادة الرئيس، ان التنمية ومكافحة الإرهاب يسيرة جنبا إلى جنب. احنا مش قلنا هنخلص الإرهاب وبعد كده ننظر للتنمية، لا، في الوقت اللي كان الإرهاب يتم محاربته وتضحيات تبذل من الجميع كانت عمليات التنمية شغالة على مدار ال6 سنوات الماضية، وده اللي خلى لما رئيس الوزراء يذهب النهاردة يجد مشروعات قائمة بالفعل ومشروعات نفذت بالفعل، مش مشروعات لسه هتنفذ.
صحيح 100%. طيب ابرز المشروعات اللي راح وزارها النهارده دوله رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي؟ انا شايف انه زار تجمعات سكنيه، بيوت بدويه، محطات كهرباء، محطات تحليه. ايه ابرز المشروعات اللي احنا النهارده نقدر نتكلم عليها يا سياده السفير ونقول ادي توجه الدوله ناحيه سيناء، نقول كده بالفم المليان زي ما بيتقال؟ البنية التحتية كان لها نصيب الأسد. لو بنتكلم في مشروعات الكهرباء، الطاقة اللي كانت في محطات الكهرباء القائمة في سيناء منذ عدة سنوات كانت لا تتجاوز 70 ميجا وات. احنا الآن بنتكلم عن إجمالي طاقات كهربائية 700 ميجا وات، يعني تم مضاعفة الطاقات الكهربائية 10 مرات. محطتين كهرباء زارهم رئيس الوزراء النهارده، اللي هم اللي هيرفعوا الطاقه الكهربائيه ل 700 ميجا وات، يقضوا على اي مشاكل لانقطاعات التيار الكهربي في سيناء ويوصلوا التيار لكل ربوع محافظه شمال سيناء. الميناء، ميناء العريش اللي كانت مساحته لا تتجاوز 50 فدان، وبقرار من سياده الرئيس تم زياده 540 فدان اضافيه على ال 50، يعني زادت مساحته 11 مره. ايه اهميه هذا الميناء والتوسعه اللي بتتم فيه؟ إن هذا هو المنفذ الوحيد لشبه جزيرة سيناء بكاملها على البحر المتوسط، وهيكون إن شاء الله هيسهم في، يعني يخدم على مشروعات الصناعية اللي الدولة هتقوم بها في سيناء، بالإضافة طبعا للمشروعات القائمة الصناعية اللي موجودة بالفعل. مدينة رفح الجديدة اللي كنت بتكلم عنها 10,000 وحدة سكنية في مدينة جديدة مقامة، ولم يعني ننسى أننا نتحدث عن مجتمع ذو طبيعة خاصة، علشان كده بالإضافة لل 10,000 وحدة سكنية في رفح الجديدة في نفس المدينة عملنا بيوت بدوية 400 بيت بدوي يناسب يعني ثقافات وعادات هذه المنطقة. فكل المشروعات التنموية طبعا بالإضافة للجامعة تحدثت عنها والمستشفيات، كل المشروعات التنموية موجودة. وعلى فكره يعني محافظه شمال سيناء بتتميز حتى عن محافظه جنوب سيناء بان تنوع الاغراض التنمويه المتاحه هناك، يعني جنوب سيناء دايما بنتكلم عنها كمقصد سياحي عالمي وهي بالفعل كذلك، لكن شمال سيناء هناك مشروعات استصلاح زراعي قائمه ويتم تنفيذها، هناك مشروعات صيد اسماك واستزراع سمكي، هناك مشروعات تعدين لان شمال سيناء غني بمناجم المعادن المختلفه، هناك مشروعات في مجال الصناعه، في صناعه الاسمنت موجوده بالفعل وصناعات اخرى ستضاف. فشمال سيناء بتتميز بالثراء، والسنوات اللي كان للاسف كانت بتتعرض فيها للارهاب طبعا اخرت التنميه هناك، لكن الحمد لله ان الامن والامان عاد الى هناك، وسيتم تعويض كل السنوات التي مرت وبمزيد من التنمية في المستقبل إن شاء الله. طيب بشهادة صريحة مني، يعني أنا سافرت سينا كتير جدا 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 حتى من قبل 2011، سافرت سينا أول مرة وأنا عندي حوالي 13 سنة يعني، وتحديدا سافرت على شمال سينا ده غير رحلات المدرسة، ويمكن كان سنة 2002 كنت هناك وسمعت كم شكاوى من أهالينا في شمال سينا ومدينة العريش غير طبيعية. أنا مش هسأل ليه ما كانتش الدولة مهتمة زمان، واعذرني في سذاجة السؤال المطروح دلوقتي بقى، لكن الهدف هو إجابته، وليه الدولة مهتمة بشمال سيناء؟ ما كانت منسية يا سيادة السفير. ما هو كانت منسية، ده خطأ استراتيجي، إن الدولة يعني في سنوات معينة لم تلقى سيناء الاهتمام الكافي، وما كانش فيه موارد بتوجه لشبه جزيرة سيناء. شبه جزيرة سيناء أرض غالية، دفعنا كلنا يعني كل عائلات مصر دفعت الغالي ويعني الثمين من أجلها. ما فيش عيلة في مصر ليس بها شهيد في حرب 73 وقبلها 67 وأيضا حرب بسميها حرب التحرير الثانية من الإرهاب. كل عائلات مصر النهارده السيد المستشار عمر مروان وزير العدل، ايوه، افتتحنا قاعه تحمل اسم يعني شقيقه الاصغر شهيد المستشار محمد مروان اللي هو استشهد في سيناء ايضا في 2015. فالارض اللي المصريين دفعوا فيها هذا الثمن تستحق منا التنميه. وليه مهتمين بسيناء؟ لان التنميه هي السلاح الانجع في محاربه الإرهاب. الإرهاب يجد مرتعا في الأراضي الخالية، يجد مرتعا ضمن يعني المجتمعات الفقيرة، بيستغل فقر الناس وينفذ إليهم من خلال أفكار طبعا بتتمسح بالدين والجهاد وخلافه. لكن التنمية هي السلاح الأهم، بالإضافة للجهود الأمنية بالطبع، خاصة إن أنت بتتكلم عن أرض قابلة للتنمية وبها فرص. أنا كنت لسه بتكلم عن محافظة شمال سيناء والفرص المتعددة اللي موجودة بها. هدفنا ان احنا نوسع رقعه العمران في شمال سيناء
في شبه جزيرة سيناء بشكل عام، لكن يعني بنعني هنا شمال سيناء، لتصبح محافظة جاذبة للناس اللي موجودين حتى في الدلتا وفي الصعيد. صحيح. لأن هناك فرص للتوسع هتقلل لي الكثافة، يعني الناس لما تروح سينا وتعيش هناك في المجتمعات العمرانية الجديدة اللي احنا عاملينها هتقلل لي الكثافات السكانية اللي موجودة في الدلتا، وأيضا يعني هناك فرص عمل موجودة بالفعل أو ستكون موجودة مع المصانع الجديدة اللي هيتم إنشائها وافتتاحها، فهي بتخدم على كافة أوجه العمران والتنمية في مصر. هي بتخدم سيناء، يعني التنمية تستهدف سيناء، لكن تنمية سيناء تخدم أيضا على التنمية في ربوع مصر. صحيح. أنا بشكرك جدا سيادة السفير، وأسف على الإطالة، وأنا عارف أن كل القنوات أكيد بتزن على التليفون دلوقتي، كل عاوز سيادة السفير معاه على التليفون. أشكرك جدا يا فندم، وأسف على الإطالة. شكرا ليك يا فندم، ألف ألف شكر ليك سيادة السفير نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء. أقول لك نروح لفاصل ونرجع نكمل الكلام. وفي ظل كل هذه الأمور الجسام تجد الحوار الوطني شغال ما شاء الله زي الفل زي الفل. قبل استئناف جلسات الحوار الوطني على طول، نجح في صياغة الحوار الوطني، نجح في صياغة إيه؟ نجح في صياغة وبلورة المحاور الرئيسية الثلاثة واللجان الفرعية والموضوعات المتضمنة في كل منها، ودي حاجة مهمة جدا. يعني خلاص بتنا قاب قوسين أو أدنى من بدء الحوار. معنا على التليفون كاتبنا الصحفي الكبير سيادة النائب عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق الغراء. كيف حالك يا أستاذ عماد؟ أهلا يا أستاذ يوسف، تحياتي ليك وكل السادة المشاهدين. ما شفتكش من ساعة ما رجعنا، ما شفتكش من ساعة ما رجعنا من العراق والله. ما والله ينفعش كده. أتشرف بيك دايما يا يوسف. يا رب يخليك لنا يا أستاذ عماد. يعني أنا كنت بقول في ظل كل الأحداث وفي ظل كل هذا الزخم، يعني مجلس الأمة في الحوار الوطني شغال واجتماعات، وأظن كده خلصت كل حاجة يا سيادة النائب. الحمد لله، كل ما هو تحضيري إجرائي تنظيمي خلص وجاهز الأمور، فقط يتبقى جلسة ربما تكون هذا الأسبوع إن شاء الله، جلسة اللي هي الإعلان عن التفاصيل النهائية اللي هي المواعيد، إنه الحوار سيبدأ غالبا، يعني أتمنى إنه يكون خلال أسبوع بالكثير من الأسبوع ده. والأمور يعني عايز أقول لحضرتك إيه، كل الحاجات الثلاث محاور 19 لجنة 83 موضوع، ده بالضبط اللي هيتم الانطلاق بتاعه خلال الأيام اللي جاية. هيكون فيه اجتماعات بالتوازي مش بالتوالي، بمعنى ان كل محور له يومين في الأسبوع، يعني 6 أيام عمل هتبقى موجودة للمحاور الثلاثة، وممكن في اليوم الواحد يبقى فيه أكثر من اجتماع للجنة الواحدة. يعني أنا بس عايز أقول حاجة صغيرة، إنه في أعلى حاجة هي المحور، يعني عندنا المحور السياسي تحتيه اللجنة، ها؟ أيوه. تحت اللجنة في الموضوع، الموضوع. الموضوع نفسه ممكن يبقى فيه أكثر من جلسة وأكثر من نقاش وأكثر من متحدث، طبعًا مرصود لكل جلسة يفترض 30 مشارك، فبالتالي تقدر تضرب 30 شخص في 83 موضوع، ها؟ هذا بخلاف يعني ممكن يوصلوا ل 3000 واحد بخلاف المدعوين من الذين تقدموا باقتراحات مكتوبه ويريدون عرضها على الحوار الوطني. طب ده كلام رائع جدا. زخم، هيكون في زخم كبير ان شاء الله، ونقاشات نامل ان تقود الى انفراجه كبيره جدا في حاجات كثيره، وخصوصا زي ما سياده الرئيس تفضل تحديد اولويات العمل الوطني، والناس تسمع بعض والناس تاخد وتدي عشان نقدر نوصل لتصور يخلينا نمشي وننطلق في طريق صحيح إن شاء الله. طيب، يعني يزدحم رأس المذيع بأسئلة كتير جدا، منها على سبيل المثال أنه، وطبعا أنا متأكد أن الجلسات هتبقى جلسات طويلة، طالما يديرها أستاذ ضياء يبقى لازم الجلسات بتاخد لها 5 6 7 ساعات. ربنا يديكوا الصحة. طيب، ده أولا إن شاء الله الجلسات الماراثونية دي اللي هو ضياء رشوان سمحها الله
كنا بنبتدي الساعه 1 نخلص الساعه 9 احيانا. ايوه دي الامناء مش هم اللي هيدي الامناء، مجلس الامناء يعني عمل الجهد الحقيقي بتاعه، حط القضايا وحددها وناقشها وتفاصيلها وحدد رؤوس الموضوعات وحدد اساس الموضوعات القابله لان تؤدي الى مخارج اجرائيه. يعني كان في فيصل في النقاش ان انت مش قاعد تناقش عشان تعيد شرح المشروع. ها؟ كلنا عارفين ان في ازمه اقتصاديه وفي ازمه صحيه وفي ازمه تعليم، عايزين جلسات وموضوعات تقود الى تحديد حلول قابله للتنفيذ. دي نقطه جوهريه. يعني الناس هتشرح وتقول والله سبب المشكله ايه، لكن الهدف الرئيسي من هذه الجلسات هو ان تقود الى الخروج بتوصيات قابله انها تتحول اما الى قرار او تشريع يصدره السيد الرئيس. دي نقطة في منتهى الأهمية عشان الناس تحس مش معقول إن احنا نعمل حوار وطني نعيد شرح المشروع زي ما بيقول. صحيح. وده الناس اللي احنا يعني نراهن عليه إن هو يقود إن شاء الله إلى حاجات ملموسة الناس تشعر بيها. طيب ده هنا ياخدنا إلى إنه توجيه الدعوات هيبدأ يتم إمتى؟ توجيه الدعوات هل استقريتوا على أسماء المدعوين والمشاركين وما إلى ذلك؟ بنسبة 99% تقريبا تم الاستقرار. الأسماء المجلس الأمناء خاطب، يعني هقول لحضرتك الآلية برضه. أيوه. مجلس الأمناء خاطب الأحزاب السياسية والقوى السياسية والنقابات والمنظمات أن يعني أن كل واحد يحدد من يتحدث بالنيابة عنه. على سبيل المثال اللجنة سوري الحركة المدنية الديمقراطية حددت اسمائها اظن اكثر من 260 واحد. في بقيه احزاب طرحت اسمائها، الاحزاب الكبرى مستقبل وطن حماس وطن الوفد التجمع، لكن للاسف بعض الاحزاب لم ترسل اسماء ممثليها حتى يومين. اخر اتصال كان مع الدكتور ضياء رشوان منسق الحوار الوطني، ابلغني انه بعض الاحزاب السياسيه لم ترسل اسماء مرشحيها حتى هذه اللحظه، ونأمل أن يتم ذلك خلال الأسبوع ده. الجلسة الماراثونية ستعقد ربما في هذا الأسبوع، وبالتالي تحسم الكواليس كلها. وتصوري مش معلوماتي أنه خلال هذه الجلسة سيعلن عن الموعد الانطلاق النهائي والتام، والذي يأمل أن يكون في كل الأحوال قبل نهاية شهر يناير الجاري إن شاء الله. طيب منذ انطلاق الحوار الوطني أو بالتحديد عقد الجلسة الأولى لمجلس الأمناء، فإنه مصر مرت بالعديد والعديد من الأحداث والأمور والقرارات الكبيرة، ذهابا إلى المؤتمر الاقتصادي وما إلى ذلك. أعتقد ده يخلينا تقريبا عندنا شكل من أشكال البلورة في المناقشات وعليه. هل هنقدر، وهنا بقى السؤال، نكون طلعنا بمنتوج ما قبل نهاية شهر رمضان المبارك؟ ليه؟ لأنه الإعلان عن الحوار الوطني كان في الأسبوع الأخير من رمضان بالظبط 26 إبريل. هل هنقدر قبل 26 إبريل نقول آدي ما خرجنا به من الحوار الوطني ونعرضه على الرئيس ونعرضه أيضا على الشعب بشكل عام؟ هذا ما أتمناه وما أمله وما يتمناه عدد كبير من المصريين، لكن لا أستطيع أن أجزم لأنه هذا الكلام رهن بالنقاشات ويعني إرادة المشاركين. دي نمرة واحد. نمرة اثنين، ظني أنه قد لا تستطيع أن تصل إلى منتوج نهائي لكل الملفات. في نقطة بس كمان جوهرية يوسف، وهي أنه الناس متصورة، بعض الناس مش كل الناس، إن هذا الحوار سيعيد إنتاج العجلة من جديد. لا، الحوار إحنا لسنا مجلس النواب ولا مجلس الشيوخ. صحيح. ولا حكومة. إحنا مش هنخترع وطن من جديد. في البلد موجودة والحاجات في بعض القضايا التي يستطيع الناس أن يتخذوا فيها قرارات اللي هم ممثلي القوى السياسية المختلفة، لكن مش هتحل كل قضية التعليم أو الصحة اللي هي القضايا. ده هيبقى إنتاج فكري يخرج من الحوار الوطني يذهب إلى المؤسسات المعنية. بالضبط. لكن اللي أقدر أقول لحضرتك عليه أن الملف السياسي من وجهة نظري هو المرشح الأفضل والأقوى لكي يكون هناك، خلافا لما يعتقده كثيرون، لكي يكون هناك توافق بشأن القضايا المختلفة التي قد تقود إلى مخرجات حقيقية. ده متوافر في المحور السياسي مش أكثر منه في المحور الاقتصادي وفي المحور الاجتماعي. ليه؟ لأن المحور الاقتصادي والاجتماعي قضايا
طويلة ومزمنة لن تحل بين يوم وليلة بطريقة أخرى. طبعا هيكون في يعني إجراءات فيها تقود إلى مسار ربما مختلف، لكن في النهاية المحور السياسي قضايا واضحة، القرارات فيه إلى حد ما أسهل إلى حد ما من المحورين الآخرين الاقتصادي والاجتماعي. بإذن الله. أنا بشكرك جدا 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 يا أستاذ عماد، نورتنا وشرفتنا، وخلينا نشوفك كتير، ما يبقاش في السفر بس، تنورنا، ضيف عزيز دايما داخل الاستوديو وفي حياتنا بشكل عام. كل الشكر لكاتبنا الصحفي الكبير أستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الشروق. طيب تعالى أخدكم على حدوتة قد تكون أو تبدو أنها بعيدة عن الحوار الوطني، لكن بالمناسبة هي ما هياش بعيدة، لأنه مما لا شك في قضية المية والزراعة مطروحين على مائدة الحوار. إحنا عندنا منتج كبير ومهم وعظيم واستراتيجي بالمناسبة، يعني من وجهة نظري، هو ما ينفعش يبقى استراتيجي من وجهة نظري، هو منتج مهم اسمه قصب السكر. مصر بتعتمد بالأساس على بنجر السكر في إنتاج السكر اللي حضرتك بتستخدمه، ولكن بالقطع احنا بنحتاج زراعة مساحات من قصب السكر، بنحتاج، مش بقولك النار فيها، بنحتاج. طيب وعلشان نفضل نزرع قصب السكر اللي احنا محتاجينه بالمساحات اللي احنا عايزينها، لازم يكون في عندنا تصور مختلف في طريقة وإدارة استخدامات المية، إدارة الري نفسها، لانه بيحتاج بالطرق القديمه بيحتاج ميه كتير جدا، عارف كده زي الرز بالطرق القديمه والاصناف القديمه بتحتاج ميه كتيره جدا، عشان كده مصر طورت اصناف جديده من الرز قد تكون هي الاكثر تطورا على مستوى العالم، بتستهلك اقل معدل من الميه وبتعلي معدل الانتاجيه في نفس الوقت. تيجي وزاره الزراعه المصريه مشكوره ووزاره الري يعلنوا عن استراتيجيتهم لايه بقى؟ منظومة ري حديث في مزارع قصب السكر. من شأنها زي ما كنت بقول بقى، زي ما عملنا قبل كده مع الرز، نرفع الانتاجية بتاعة الفدان وفي نفس الوقت نقلل من مستهلكات المية. أنا من الناس بصراحة اللي مستمخة قوي من وزارة الزراعة جدا والله العظيم، ودون مجاملة وما عنديش أي انحيازات، يعني فعلا مش هزار، مستمخة قوي. خلونا ناخد معانا على التليفون الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه. يا اهلا اهلا اهلا. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ كله تمام؟ الله يخليك، سعيد بتواجدي مع حضرتك. والله يا دكتور انا بحبكم لله في لله، وبحبكم عشان شغلكم حلو يفرح يعني. الله يخليك يا فندم. يا رب يخليك يا دكتور. دلوقتي انا يعني احنا كنا زمان اما نسمع عن كلمه مثلا الرز يقول لك رز يعني ميه، وكانوا اهالينا في البلاد اللي بتزرع رز يروحوا رامين فيه بقى معاه كمان زريعه سمك من كتر ما هو كان بيبقى عامل زي البحيرات كده في الموسم بتاعه. نفس القصه، قصب يعني عايز ميه. هتعملوا ايه يا دكتور علشان نقدر نحافظ على مساحات القصب ونرفع انتاجيتها بس بميه قليله؟ تيجي ازاي دي؟ يعني الاول اسمح لي اشكر حضرتك يا فندم، شكرا جزيلا. العفو يا فندم. وطبعا احنا شايفين جهود كبيره بتبذل من الدوله المصريه لتطوير القطاع الزراعي. طبعا عشان نعمل هذا الكلام احنا بنشتغل على عدد من المحاور، من ضمنها تطوير انتاجية وحدة الارض وحدة المية والوصول الى اقصى استفادة ممكنة منها. حلو. وده بيحصل في الارض القديمة، واحنا بنشوف مشروعات كتيرة بيتم تنفيذها في هذا السياق. على سبيل المثال حضرتك اتكلمت على موضوع الارز، الارز احنا دلوقتي طورنا تقاوي جديدة من الارز اللي هي السوبر 300، وده حصل على جوائز دولية، وبالتالي ده بيدي انتاج عالي وفي نفس الوقت بيستهلك كميات ميه اقل بكتير جدا. أيوة. وبالتالي ساعدنا في ان احنا نلبي احتياجات المواطنين بنفس المقنن المائي المخصص لزراعه الارز، ده وفقا للاتفاقيه وفقا للاليه اللي تم الاتفاق عليها بين وزيري الزراعه والري واللجان المشكله او اللجنه المشكله بين الوزارتين في هذا الاطار. فده تطور بيحدث نتيجه البحث العلمي ونتيجه تكثيف الجهود البحثيه ونتيجه تطوير التقاوي واستنباط اصناف جديده من التقاوي. في ملف القصب، وده ملف مهم جدا، احنا بنزرع مساحه كبيره من القصب تقريبا تقترب من 350 الف فدان في صعيد مصر. هذه المساحه بتمثل لنا مش بس جزء مهم عشان هي بتوفر لنا جزء من احتياجاتنا من السكر، ولكن هي مصدر دخل لعدد كبير من المزارعين. طبعا
ده كان بيدلنا في المتوسط قبل كده حوالي 30 طن الفدان، ممكن اكتر شويه ممكن اقل شويه، لكن احنا بنتكلم حوالين ال 30 طن الفدان. دلوقتي احنا عشان نقدر نطور هذه الانتاجيه محتاجين ان احنا نساعد في تدبير اساليب جديده لزراعه قصب السكر، واهم اداه نقدر نستخدمها في هذا الاطار ان احنا نتحول من نظام الزراعه التقليديه بالعلى الى نظام زراعه بالشتلات. الشتله بتدينا عود يقدر يوصل لكيلو كيلو وربع، وبالتالي ده يساعدنا ان احنا نقدر نوصل في الفدان لاكثر من 50 و60 طن للفدان، يعني احنا ضعفنا انتاجيه الفلاح طبعا. وفي نفس الوقت هذه المنظومه باستخدام الشتلات او زراعه بنظام الشتلات ده يساعدنا ان احنا نقدر نطبق اساليب الزراعه الحديثه داخل مزارع القصب، وكمان نستفيد بقى او المزارع الصعيد اللي بيزرعوا القصب يقدروا يستفيدوا من المبادرات العديده اللي اطلقتها الدوله المصريه لتطوير اساليب الري الحقلي. والحقيقه كانت الدوله ضخت اموال وضخت استثمارات في ملف تطوير الري الحقلي وتشجيع المزارعين على التحول من نظم الري التقليديه الى نظم الري المطوره، الى جانب المشروعات العديده اللي نفذتها الدوله المصريه لمعالجه المياه الخاصه بالصرف الزراعي عشان نقدر نوفر مورد مستدام للمياه، هيساعد في زراعه الاراضي الجديده اللي احنا بنشتغل عليها. مشروع الدلتا الجديده شفنا محطه بيتم انشائها في منطقه الحمام، هي الاكبر بتنتج 7.5 مليون متر مكعب ميه يومي، ومحطه المحسمه برضو بتساعدنا ان احنا نقدر نطور من منطقه اللي هي بتاعه سيناء وهذه المنطقه ان احنا نوفر لها مورد مستدام لعمليه الزراعه. كل دي جهود بتبذلها الدوله المصريه في ملف اداره المياه في المخصصه لقطاع الزراعه. طيب دكتور انا عندي بقى هنا سؤال على مساله الانتاجيه بتاعه الفدان، انها تزيد الضعف ده شيء رائع، وزن عود القصب هيبقى ازيد ده شيء رائع جدا، بس هيبقى ازيد ميه ولا هنحافظ على معدل السكر اللي موجود فيه؟ لا يعني وفقا للدراسات او وفقا للباحثين اللي اشتغلوا في هذا الاطار احنا بنتكلم على زياده نسبه السكر كمان. حلو. في القصب اللي بيطلع نتيجه الزراعه المطوره او الاساليب الزراعه الحديثه اللي بيتم تطبيقها. ويمكن احنا قبل ما نتكلم على منظومه انتاج الشتلات او تطوير الزراعه بنظام الشتلات احنا كنا مهتمين ان احنا نعمل تجارب بحثيه، ويمكن الباحثين في معهد بحوث المحاصيل السكريه واللجنه المتخصصه في المحاصيل السكريه اللي هو مجلس المحاصيل السكريه ومركز البحوث الزراعيه وكافه المختصين درسوا الموضوع بدراسه بعنايه كبيره جدا، والدوله ضخت استثمارات الحقيقه في هذا الاطار، واحنا عملنا محطه في وادي الصعايده لانتاج شتلات القصب، احنا بنتكلم في اكثر من 80 مليون شتله قصب، وده يعني يخدم اهالي صعيد مصر بشكل كبير ويوفر لهم الشتلات ويساعدهم في التحول من نظم زراعه بالعقل الى نظم زراعه بالشتلات. فالموضوع معمول له دراسات كتير ومعمول له شغل بحث علمي كبير جدا عشان نقدر نوصل لهذه النتائج، وان شاء الله يكون تطبيقه يؤدي الى نتائج ملموسه لخدمه وتعظيم القطاع الامن الغذائي وتوفير احتياجات المواطنين من السكر كمكون رئيسي من مكونات السلع الاستراتيجيه اللي بيحتاجها البيت المصري. هايل هايل هايل، انا بشكرك جدا يا دكتور، كل الشكر للدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزاره الزراعه المصريه. بصوا بقى يعني انا عايز ايلون ماسك يجي باي شكل بقى، مش هزار. اظن كلنا عارفين موضوع التويته اللي عملها ايلون ماسك وبيتكلم على معابد دندره، وخلي بالك ايلون ماسك ده ابوه الروحي مين؟ هو يعني راجل احنا كلنا ما شفناهوش تقريبا في اجيالنا، نيكولا تسلا العالم الشهير جدا، العالم مغبون الحق. ويجي إيلون ماسك الحقيقة لما يأسس الشركة بتاعته يسميها على اسم الرجل ده في محاولة لأنه يعيد له جزء من حقه أو من حقه الأدبي. الرجل ده عبقري إنتاج الطاقة في العالم تحديدا طاقة الكهرباء، والرجل ده طبقا للأوراق القليلة المتبقية من أبحاثه اللي وارد انها تكون سرقت، وارد انها تكون شوهت، يعني وارد انها تكون طمست، ايا كان سيبنا من كل الكلام ده، هو الراجل نفسه بيقول انه استلهم ابحاثه وبرج تسلا من الاهرامات والمسلات. البعض يحب هذه النظريه، البعض لا يحب هذه النظريه، مش ده موضوعي يعني دلوقتي، مش قصتي هي يا ترى عمر الحضاره المصريه 15,000 سنه ولا 7,000 ولا 8,000، مش دي القصه، ممكن نبقى نناقشها بعدين. هي القصه تحديدا في انبهار تسلا بهذه الحضاره، انبهار تسلا بهذه الحضاره وبمنجزها العلمي.
فيأتي عالم صغير. إيلون ماسك مش رجل أعمال بالمناسبة، إيلون ماسك ده عبقري فز، ده اللي اخترع أول طريقة دفع إلكتروني على الإنترنت، منها عمل ثروته كان عنده 19 سنة يعني. مهم، وأصلا من جنوب أفريقيا وبعد كده اتعلم في كندا، ليه حدوتة، إيلون ماسك ده حدوتة يعني. فهذا العالم رجل الأعمال العبقري اللي أبوه الروحي نيكولا تسلا، هو كمان عنده نفس ذات الانبهار بهذه الحضارة وبمنجزها الضخم. ولما علق على معابد دندرة بالتحديد، لازم تبقى فاهم انه احنا عندنا لغز من الالغاز الكبرى هي إنارة دندرة، يعني عندنا كده وسيلة للإنارة مشهورة مكتوبة مرسومة في المعابد، عندنا ليها وصف كامل لكيفية توليد الطاقة والنور في دندرة من أيام قدماء المصريين، مش من البترول ولا من الغاز ولا من زيوت خالص يعني، كهرباء. برضو ينكرها من يريد، يقرها من يريد، مش قصتي. بس خد بالك، هو أصلاً إيلون ماسك بيقول إيه من ورا التويت؟ هو أنا أظن ده تفسيري المتواضع، هذا الرجل يقول لك الكهرباء خرجت من هنا، من هذا البلد اسمه مصر. هل القصة في إن إحنا نقول مثلا أو نحلم يا سلام عايزين إيلون ماسك؟ لا، هو إحنا عايزين إيلون ماسك يجي ده طبعا، لكن هو أنت متصور إن إحنا نبقى عايزينه يجي عشان يجي يتفسح ويعمل رواج سياحي لمصر؟ لا، ده إحنا نبقى طيبين قوي، طيبين زيادة عن اللزوم، طيبين بقدر ما ناكلش بيعيش. أنا عايز إيلون ماسك يجي يتفسح وينبسط والترويج السياحي وكل الكلام الجميل ده. بس بالمناسبة كل ده حاجة ببلاش كده. أنا نفسي، أمل حياتي، إيلون ماسك يجي يعمل هنا مصنع. هتيجي تقول لي مصنع عربيات، أقول لك وارد. طيب مصنع بطاريات كهرباء، وارد. مصنع مكونات لبطاريات الكهرباء، وارد. كل ده وارد. ده بقى اللي أنا عايزه. يعني أنا لو من الحكومة أبدأ أعمل اتصالاتي بالراجل فوراً، اتصالات مباشرة. احنا عازمينك دندرة، عايز تشوف دندرة؟ تعال افرجك على دندرة، تعال اعمل لك جولة جوه الهرم، تعال افرجك على كل مواقع المسلات المصرية، الحاجات اللي هو مهتم بيها اللي هو بيحبها، تعال افرجك على البنية بتاعتي اللي انا عملتها علشان اعمل مصانع للهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء يا كابتن ماسك. تعالى اخدك افرجك على المفاعل الجديد بتاعي اللي انا ببنيه في الضبعة. تعالى افرجك على الخريطة الاستثمارية بتاعتي، وانا شايف توليد الكهرباء في مصر مستقبله ايه، ولو سمحت عليك ان تدلي بدلوك. تعالى اخدك على بنبان. نديم والله العظيم اخويا وشقي، انت لو توأم يا نديم ما تعمل كده. ده انا بقول قال لي بنبان بالظبط. تعال افرجك على بنبان، وافرجك على واحد من اكبر حقول الطاقه الشمسيه لتوليد الكهرباء، واحد من اكبرها في العالم. طيب يا عم ماسك، ده والله احنا في عندنا تصورات لانتاج الليثيوم في مصر مثلا، يعني لو احنا عندنا فرصه لانتاج الليثيوم مثلا، افرض عندنا فرصه، فيا ترى هل ترى ايه رايك تعمل هنا مصنع لبطاريات الليثيوم ايون والليثيوم فوسفيت علشان العربيات؟ بقول لك ايه، تعال نفرجك على المجمع بتاعنا اللي في كفر الشيخ بتاع الرملة السوداء. ده اللي انا عايز إيلون ماسك يجي عليه. هنيجي ونتفسح ونروج سياحيا، حلو جميل، ما بقولش لا، رائع جميل، بس ده تصور قد كده اهو، قد كده اهو. إيلون ماسك يجي ويعمل جولة سياحية ويروح، وبناء على قدوم إيلون ماسك إلى المناطق الأثرية المصرية هنعمل حملة ترويجية جميلة ولطيفة، ونجيب من وراها كم مليون دولار؟ مليون؟ اتنين؟ عشرة؟ 100 مليون؟ ده اللي هجيبه يعني.
عايز مصنع بمليار، مليار ونص دولار يتعمل في مصر استثمارات بقى. أنا واثق إن الحكومة قادرة على إنها تصيغ هذه الرؤية بشكل احترافي، أنا واثق. واثق إن مصر عندها التصور ده. أنا بعبر عن نفسي أنا كمواطن، بقول لك حلمي حاجة زي كده. أي استثمار هيتعمل في أي دولة أول حاجة بيسأل عليها إيه؟ لا، مش اللي أنت بتقول عليه ده خالص. بيسأل على هو في بنية أساسية في البلد دي؟ عندكم طاقة كفاية إن احنا نعمل المصانع بتاعتنا؟ عندكم طرق كفاية؟ عندكم مواني كفاية؟ عندكم مطارات كفاية؟ عندكم مواني جافة؟ عندكم خدمات لوجستية؟ ده أول سؤال. اتنين، بنيتك التشريعية تسمح ليا بتأسيس هنا مصنع من غير ما يبقى فيه عليا أي مخاطر؟ يا ترى مستقر سياسيا؟ بس خلاص. تيجي تقولي هيسأل على سعر العملة، غلط. ده كل ما سعر العملة انخفض كل ما المستثمر الأجنبي مبسوط. نسبة وتناسب. ده بمنتهى البساطة. طيب، كل العوامل اللي أنا قلتها دي موجودة في مصر؟ آه. عندي طاقة؟ طبعًا. طرق ومواني؟ طبعًا. مواني جافة؟ طبعًا. مطارات؟ طبعًا. بنية تشريعية؟ طبعًا. آلية مصرفية؟ طبعًا. ده اللي الاستثمار عايزه. ايد عاملة مدربة؟ موجود. مهندسين وعقول وإدارجية؟ موجود. بمناسبة الطاقة، عايزين نتفرج مع بعض على والنبي اتفقوا مع إيلون ماسك على الزيارة الاقتصادية، زيارة السياحة. تمام، أنا مستعد أجيبه على حسابي، مش دي القصة، بس مش دي الأزمة بقى. أنا عايز اللفة، لفة الاقتصاد. الفسحة الله يرعاه هنلم من بعضنا مذيعين مصر ونعمل له زيارة، ما اقولكش، ويقعد في أحلى أوتيلات وياكل في أحلى مطاعم وهنلففه على البازارات على حسابنا، مش دي القصة خالص. تخيل بقى لما نعزم أكبر ملياردير في العالم، يا نهار أبيض، ده هيبقى إفيه. المهم هي الزيارة الاقتصادية، زيارة الاستثمار. كنت بقول لكم بقى على الطاقة، تعالوا نشوف تقرير لطيف جدا عن مصنع الغاز المسال اللي في كفر الدوار، المجمعات بتاعت الطاقة اللي كنا بنقول عليها، واحد من أهم المشروعات في محافظة البحيرة، بيشتغل على خدمة وتلبية احتياجات المواطنين وفقا لأعلى معايير السلامة والصحة المهنية وتدابير الأمن الصناعي. شوف التقرير واعرف بلدك بتعمل إيه. احنا موجودين في مدينة كفر الدوار تابع مركز كفر الدوار محافظة البحيرة. المصنع ده أنشئ سنة 89، كانت الطاقة الإنتاجية بتاعته 52 طن في اليوم. النهاردة الطاقة الإنتاجية للمصنع 350 طن في اليوم، بس أنا بشغل الإنتاج الفعلي بتاعنا دلوقتي 250 طن في اليوم، وده بيتوقف على حصة المصنع للمتعهدين والشباب الخريجين اللي بيحددها مديرية التموين البحيرة. أنا عندي بيخدم 15 مركز محافظة البحيرة بيخدمهم المصنع ده، وهو المصنع الوحيد في محافظة البحيرة، وده الحكومي، ده أحد مشروعات المحافظة. المصنع ده أحد مشروعات المحافظة، ليه مجلس إدارة من سكرتير عام مساعد المحافظة. المصنع هنا أنا عندي 55 متعهد وعندي 120 خريج، دول ليهم حصة مربوطة عندنا على المصنع هنا من التمويل. المصنع فيه خطوط إنتاج ديجيتال على أعلى مستوى، بتقدر القيمة بتاعت الكميات بتاعت البوتاجاز، ما بيهدرش بوتاجاز، بنستفيد بكميات البوتاجاز اللي معبأة في الاسطوانات المعيبة، بنردها للتنكات تاني عن طريق جهاز الخلخلة. الإمكانيات في المصنع على أعلى مستوى، بنقوم بعملنا، المصنع بينتج في حدود 250 طن يوميا بمعدل 21,000 اسطوانة. الساعة التخزينية بتاعت المصنع 300 طن. الساعة الإنتاجية بتاعت المصنع 350 طن، يعني ممكن ننتج لحد 30,000 اسطوانة. دور الجودة عامة
من بدايه ما الاسطوانه بتنزل من على العربيه عندنا واحد موجود بيفرز الاسطوانه. تمام. بعد ما بيفرزها بيطلع ان كانت الاسطوانه دي فيها اي عيوب ولا ما فيهاش. لو فيها اي عيب بتتركن عشان ممكن تطلع اصلاح، وممكن تبقى ايه تصلح هنا في المصنع ان كان بلفه يتحل اي حاجه انبوبه دش كده يعني. بعد حضرتك بعد الفرز الاسطوانه بتمشي طبعا على السير، بتوصل للراجل اللي هو بتاع التعبئه، بتتعبى تطلع من التعبئه تخش حضرتك على ايه، نتاكد طبعا وهي بتتعبى على الميزان نتاكد ان الاسطوانه خدت الملوى بتاعتها الاصلي اللي هي مثلا من 30 ل 30 ونص. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ كله تمام؟ يا رب تكون كل حاجه تمام التمام. الجيمنج اندستري او الصناعه بتاعه الالعاب، مش العاب الملاهي، الالعاب الالكترونيه، احنا بنتكلم على صناعه حقيقيه، صناعه حجمها مليارات، حجمها مليارات. طيب انا وانا بفكر معاك بصوت عالي اقول لك انه انا من الناس اللي متاكده، مش اللي واثقه، متاكد يعني، وشفت ناس كتير كده شبان زي الفل يعني، عقول بنت لذينة، البروجرامرز المصريين فعلا مصنفين في المراتب العليا من ضمن اذكى وافضل بروجرامرز على مستوى العالم، من افضل البروجرامرز على مستوى العالم. ليه لحد دلوقتي على حسب معلوماتي المتواضعة مفيش عندي شركة أو اتنين أو تلاتة أو عشرة ناشئة تشتغل في مجال إنتاج الألعاب الإلكترونية في مصر؟ ده سؤال، وأظنه سؤال مشروع جدا، واللي يجاوب عليه هم الشبان دول الأذكياء دول. في عندنا شبان مش أذكياء، أذكياء ومتعلمين كويس قوي 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 قوي. عايز اشوف الكلام ده. عندي دلوقتي جامعات فيها تخصصات بتشجع على ده، بس انا برضو والجامعات دي شغالة، انا في عندي ناس قادرة على ذلك. لما تعرف انه في اكتر من 3 مليار مستخدم حول العالم للالعاب، 3 مليار مستخدم، والعالم كله على بعضه ايه 7 مليار وكسور يعني. طيب عارف القيمة السوقية بتاعة الألعاب الإلكترونية في العالم واصلة لكام؟ أكتر من 197 مليار دولار. صناعة مخيفة، كل مقوماتها قايمة على العلم، المخ. طيب إزاي بقى تقدر تنشط ده؟ ازاي تقدر تساعد على ده؟ خلونا ناخد معانا على التليفون المهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. اهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك يا استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ عامل ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله. لا ليا شرف والله ان انا طالع. لا ده احنا اللي نتشرف بيك ونتشرف بكل العقول العظيمه اللي موجوده في مصر. انا كنت لسه بقول انه من واقع قراءات ومشاهدات ومتابعات البروجرامرز المصريين مصنفين من اعلى ثلاثه على مستوى العالم. من طبعا أعلى احنا ثلاثة. عندنا عقليات يا استاذ يوسف يعني بجد حقيقي مش موجوده اصلا في العالم، والعالم بيتعلم مننا ازاي احنا نقدر نبتكر ونفكر في المواضيع دي. انا لسه شايف كان البرنامج بتاع صديقنا وزميلنا احمد فاق من كام اسبوع، كان في اظن كان في هولندا اظن ذلك لو انا فاكر مظبوط يعني، وكان مستضيف مهندس مصري هو رئيس الفريق اللي بيشتغل على حماية واحد من أكبر البنوك الهولندية، واحد من أكبر البنوك الأوروبية، لحماية البنك ده من الاختراق ومش عارف إيه وحاجات زي كده. والراجل الحقيقة لما كان بيتكلم مع فايق قال له ده احنا كتير يعني، اللي زي كتير، وحتى تواضع العلماء للاسف الضوء علينا مني بشكل كبير جدا، لان احنا كعقول مصريه والجيل اللي احنا طالعين فيه جيل التكنولوجيا وجيل الميتافيرس وجيل الواقع الافتراضي والجيل اللي احنا كلنا والتحولات الرقميه اللي الدوله متوجهه اليها دي حاجه عظيمه جدا، والحمد لله ان احنا كتير مننا موجودين في مصر.
طيب حلو قوي، نعمل ايه من وجهة نظرك علشان ننشط هذه العقول للذهاب في هذه الصناعة في هذا البزنس؟ طيب انا على رأس موضوع حضرتك هبدأ من ناحية الالعاب الالكترونية. طبعا احنا عارفين ان كل حاجة في حياتنا فيها ايجابيات وفيها سلبيات. قطاع الالعاب الالكترونية هو اكبر قطاع يشمل شعبية كبيرة لانه بيستهدف ثلاث فئات عمرية، فئة الاطفال وفئة الشباب وفئة الكبار. فقطاع بالشمول ده كله اكيد هيكون فيه مجالات ربحية كتيرة جدا. وطبعا الالعاب مصنفة اكتر من تصنيف، واولها الالعاب التعليميه والالعاب التجاريه والالعاب اللي هي العنفيه والقتاليه، ودي اللي هنتكلم عنها برضو بشكل توضيحي. ماشي. الالعاب التعليميه حضرتك اللي ممكن شركات كتير جدا تشتغل فيها، لان الالعاب دي بتخليك تتعلم ككبير البرمجه، والصغير من سن 8 سنين يقدر يتعلم البرمجه في اي وقت. وكمان الالعاب دي بشكل عام ممكن توصلك او توصل لطفلك المعلومه بشكل عام وبشكل سريع جدا. تمام. ومن جانب الجوانب الإيجابية برضو في الألعاب إنها بتساعد على إنك تتعلم أكتر من لغة، مش بس إنجليزي، كمان بتساعد على إنك تتعلم التجارة وتكون اجتماعية، وتكون في نفس الوقت بتساعدك في إدارة الوقت. لأن أنا في نوع من الألعاب أنا مارسته من 7 سنين أونلاين، بتلعب في أوقات معينة وتتاجر في أوقات معينة، وفي نفس الوقت اللعبة بتقفل في أوقات معينة وبتدي لك جانب إيجابي في حياتك. وفي نفس الوقت بقى من الجانب السلبي اللي هو ان لو طفلك ادمن اللعبه دي، او هيكون بسبب الاهالي ان مفيش مشاركه او عدم رقابه او ابويه بين الاطفال والاهالي، ففي نفس الوقت هينتج عند الاطفال ادمان من ناحيه الالعاب الالكترونيه الكتيره دي، خصوصا الالعاب الاونلاين، لان هي اكبر خطر على الاطفال بسبب ان في مجتمعات تانية مختلفه في العمر ممكن يستهدفوا ابنك جنسيا او غيره، وطبعا يكون في اضطرابات في النوم وجفاف في العين وسوء في التغذيه. فإحنا كشركات كبيرة وإحنا كناس موجودة، إحنا ممكن نشتغل في الجوانب الإيجابية بشكل كبير جدا وننتج أكتر في الموضوع ده. لأن أنا مش متحيز مع جانب الألعاب بس، لا، التكنولوجيا بشكل عام والتحولات الرقمية اللي هتحصل في حياتنا والتغييرات الكبيرة دي طبعا عايز لها حلقات عشان نتكلم على جهود الدولة ونحو التحول الرقمي والحاجات دي كلها. والفكرة كلها إن الألعاب الإلكترونية أكبر قطاع بيستهدف أكبر 3 فئات موجودة، وفي نفس الوقت تقدر ينتج حاجات كتيرة منه. طيب لما أنا النهاردة مثلا ألاقي، أو يعني أنا كنت لسه كنا بنقرأ خبر أنا وزملائي، مايكروسوفت راحت اشترت الشركة اللي عاملة كول أوف ديوتي، اشتروها صحيح. أظن ب 68 مليار صحيح. طيب إيه الحائل اللي يخليني، او الاصح اللي واقف ما بيني او ما بين العقول بتاعه الشبان المصريين وما بين ان هم يعملوا شركه ناشئه صغيره تبدا تعمل جيم، تبدا تعمل بلاتفورم، تبدا الى اخره؟ ايه الحوائل، ايه الموانع؟ الموانع ان حضرتك الشركات دي بتتكلف مبالغ كبيرة جدا للأجهزة والحاجات دي كلها، وفي نفس الوقت احنا كتير فعلا بس عايزين اللي يحط الوعي على المجتمعات دي، لان احنا عندنا كمواطن مصري متخوفين وفاكرين الألعاب بس من الجوانب السلبية. عشان كده قلت لحضرتك من بداية الفقرة ان احنا ما بنتكلمش بس على الألعاب الإلكترونية، لا، بنتكلم على الجانب التكنولوجي كله. صح. وده اللي مصر فعلا بتتحرك ليه سواء في القطاع الخاص او القطاع الحكومي. يعني الجانب التكنولوجي كله هو بيشمل الألعاب الإلكترونية الإيجابية التعليمية. يعني أنا لو عايز شركة كبيرة هنا في مصر خاصة بتنتج ألعاب إلكترونية إيجابية تعليمية، البرمجة من أهم اللغات اللي موجودة في المستقبل، اللي طفلنا اللي طالع دلوقتي طالع على جيل تكنولوجي بحت، هو اللي المفروض نعلمه ده من دلوقتي عن طريق الألعاب الإلكترونية دي. يعني في نفس الوقت بيلعب وفي نفس الوقت بيتعلم البرمجة، دي موجودة حضرتك دلوقتي. طيب يعني العالم على سبيل المثال دلوقتي لا حديث له فيما يتعلق بالتكنولوجيا إلا لما لازم يجيب السيرة بتاعة Open AI، أو ما هو معروف تجاريا أو معروف لدينا ChatGPT. الكل بالضبط بيتكلم على ده. إيه اللي يخليني ما أعملش شركة زي دي؟ أصل الفلوس دي أنا أظنها أسهل حاجة. يعني نهاردة لو المهندس أحمد طارق ومعاه مجموعة من العقول وعندهم تصور واضح لشيء ما وعارفين التصميم اللي هم عاوزين يشتغلوا عليه، بلاتفورم، جيم، حاجة زي ChatGPT إلى آخره، هو بس قصة ChatGPT إن هو أقوى حاجة AI موجودة لحد دلوقتي.
لكن في حاجات تانية كتير عن طريق الذكاء الاصطناعي، وفي نفس الوقت بيقدر يخدمك في اي حاجه، كل حاجه تانية. على سيره الذكاء الاصطناعي يا استاذ يوسف، على فكره الذكاء الاصطناعي هو اكتشاف النار زمان، هو ده دلوقتي اكتشاف النار دلوقتي، هو نار المستقبل الذكاء الاصطناعي اللي هيخش في جميع القطاعات الموجوده. فاللي منعنا من الكلام ده، او مش بمعنى اصح الموانع، تقدروا تجيبوا الفند يا باشمهندس. الو معايا؟ ايوه مع حضرتك. بقولك تقدروا تجيبوا الفلوس، يعني لو انه عندكم التصور الكامل وحاطين البيزنس موديل وعارفين هتعملوا ايه وكل حاجه، هتقدر تروح لرجل الاعمال الفلان الفلاني، يا رجل الاعمال الى اخره، وبتجمع فند. والامور اظنها بقت بتمشي كده دلوقتي، يعني صحيح. جمع الفلوس بياخد مشوار صحيح، لكن اصبح في عندي رجال اعمال كبار في مصر والحقيقة في المنطقة العربية مهتمين بالنوع ده من الصناعة، مهتمين بالتكنولوجيا وعاوزين يستثمروا فيها، وعارفين انه هي دي مناجم الذهب بتاعت المستقبل. صحيح بالضبط كده يا استاذ يوسف فعلا. طب ما ندوس بقى. هي الفكرة كلها، انا والله عندي افكار كتير جدا كتير جدا، وفي نفس الوقت احنا انا بهتم جدا بالتحولات الرقمية اللي بتحصل في مصر، وفي نفس الوقت برضو عايز اوصف كل فكرة في مكانها، لان الافكار دي هي المستقبل في بناء القاعدة الاساسية للتكنولوجيا، وفي نفس الوقت التوجه الدولة بشكل عام. يا مسهل شدوا حيلكوا. طيب يعني حطوا الافكار وابدأوا اعملوا الابروتش كده، وصدقني عسوا عسى اعملوا داتا بيز على رجال الاعمال اللي يكونوا مهتمين بده، وبتبان يعني اللي تلاقيهم يعني عندهم نشاط على السوشيال ميديا فبيبقوا كاتبين اهتماماتهم وبتبان. لما تيجي تفتش كده في نوع البيزنس اللي بيخشوا فيه هتعرف مين اللي بيهتم بالتكنولوجيا ومين اللي بيهتم بالاستثمار التقليدي. فخشوا بقلب كده ما يهمكوش. عاوزين بقى ايه؟ نبدا نشتغل على انواع صناعه جديده، لانه دي بتدخل فلوس اكتر بكتير من الحاجات التقليديه بتاعت زمان. اشكرك جدا مهندس احمد طارق خبير امن المعلومات. عشان كده انا كنت بقول لكم في اول حلقه، تشات جي بي تي ده قالب الدنيا، قالب الدنيا بالمعنى الحرفي، قالب الدنيا. سيبك من قصه انه اصله في ناس كتير ومهن كتيره هتقعد في البيت، الامور ما بتمشيش كده. يعني يقول لك ده حتى لو انت عاوز تعمل مش عارف ابلكيشن ايه، اكتب اللي انت عايزه على تشات جي بي تي وهو هيطلع لك السكريبت. المساله ما هيش سهله. تشات جي بي تي بالمناسبه علشان يطلع لك اللي انت عايزه، انت هتبذل جهد في انك انت تبقى واضح جدا، محدد جدا جدا، فاهم انت بتسأل على ايه، وبتكتب ايه البارامترز او ايه المتطلبات requirements، يعني مش عارف في مصطلحات حتى ترجمتها بالعربي اصبحت صعبة بالذات في مجال البيزنس والعلوم، ودي حاجة مش حلوة. زمان كان العربي هو لغة العلم. فالمهم ان انت تحط اللي انت عايزه بمنتهى الدقة وبمنتهى التحديد والوضوح عشان تقدر توصل مع حد زي تشات جي بي تي او اوبن اي اي ده، ان هو يطلع لك النتيجه المرجوه. بعد ما بتعمل كل ده، هي مساله بقى ازاي تعمل البيزنس موديل. هي القصه مش فارقه، عايز اعمل ابلكيشن، طب ده السكريبت بتاع الابلكيشن. الابلكيشن ده هيكسب هيخسر؟ تستهدف قد ايه؟ هتسوقه ازاي؟ هتجيب منه فلوس ازاي؟ هتجيب له فلوس ازاي علشان تأسسه؟ دي حدوته برضه. فالمسألة ما هياش بهذه السهولة. الذكاء الاصطناعي بيتطور بسرعة شديدة جدا جدا جدا، والذكاء البشري ودعائمه لو صح التعبير، يعني حد زي بما اننا بنتكلم على ايلون ماسك وعنده تصور كبير لرفع الكفاءة البشرية في مواجهة الذكاء الاصطناعي والروبوتكس مثلا، يعني انتوا شايفين الناس هناك بتفكر فين؟ طيب تعالى بقى نرجع على عندنا في الشرق الاوسط في المنطقة العربية، صفقة كبيرة ضخمة اسطورية تحدث عليها العالم، رونالدو والنصر السعودي. بعد هذه الصفقة تقارير صحفية قالت انه نادي الهلال عارض 350 مليون يورو راتب سنوي لمين بقى؟ لميسي. بقى انا يا اخي كنت فاكر ان ميسي كده اعتزل وميت فول و14، طلع انه الحكاية مش بهذه السلاسة. ماني توكس في النهاية شغلته. فيجي يتعرض كلام برضو، تقارير صحفية، تقارير صحفية مش يوسف اللي بيقول، ولا بقى أؤكد لك انه الهلال اللي بيقول ده، كل ده ما هو منشور صحفيا.
يعني دي ابص صحيفه ماركا دي اسمها ماركا صح انا مش شايف كويس اه دي صحيفه اسبانيه ومعروفه يعني هم اللي بيقولوا كده على سبيل المثال بيقولوا الصفقه دي غالبا هتتم بنهايه الموسم الجاري. طيب احنا عاوزين بقى نعرف تفاصيل ونشوف الوضع ماشي ازاي. معانا على تليفون صحفي رياضي ذائع الصيت الاستاذ محمد مندور واحد من كبار صحفيين العرب في الخارج تحديدا سبورت اف ار او سبورت الفرنسي يحدثنا من باريس. اهلا بحضرتك يا استاذ محمد. استاذ يوسف مساء الخير على حضرتك وسعيد اني معاك دايما. ده احنا اللي سعده جدا بسماع صوتك. ايه موضوع ان ميسي هيتعاقد مع الهلال ب 350 مليون يورو ده؟ زي ما انت بتقول يا استاذ يوسف هي تقارير صحفيه من اكثر من صحيفه على راسها صحيفه الماركه الاسبانيه. ما فيش اي تاكيد من ناحيه اي حفاظ خالص سواء من الهلال السعودي او من حتى من بيئه ميسي يعني سواء والده وكوكيله او اي حد من عنده يعني. ولكن ده اللي حدث بالظبط في صفقه كريستيانو رونالدو. وقت كريستيانو رونالدو وقت المفاوضات ما كانش برضه في تاكيدات من نادي النصر السعودي وما كانش في تاكيدات من رونالدو، بل ان رونالدو في كاس العالم لما اتسال على انتقاله للنصر قال ما فيش حاجه من دي خالص. وحتى اخته يعني هي دائما موجوده دائما ونشيطه على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى انستجرام تحديدا لما كان علقت على الخبر بضحك يعني بسخريه. فاعتقد ان نفس الموضوع بيحدث الان، وارد جدا ان احنا نسمع عن انتقال تاريخي لميسي للدوري السعودي، وارد جدا يحدث ما يحدثش، لان احنا برضو شفت بنفسي بعد الهدف الاخير في اللي احرزه ميسي في الدوري الفرنسي من عده ايام، كان هناك تعليق من الموقع الرسمي الصفحه الرسميه لباريس سان جيرمان ان ميسي عاد واحرز هدف وهناك مفاجاه في الطريق في اشاره لانه يكون ممكن يجدد عقده مع فريق باريس سان جيرمان. اعتقد ان الامور ممكن تكون كده وكده، لكن في كل الحالات يا استاذ يوسف هي نقله بيعملها الدوري السعودي، نقله كبيره جدا، وضع مختلف تماما. هناك مفاوضات مع مجموعه لاعبين ليس ميسي ورونالدو فقط، هناك سيرجيو بوسكيتس، هناك نجولو كانتي، هناك مودريتش. اعتقد ان الدوري السعودي بيسير في اتجاه كبير جدا بتمويل من صندوق التمويل السعودي. اعتقد ان الموضوع بالنسبه لهم هو نوع من انواع التمويل، نوع من انواع يعني ترويج للسعوديه، ترويج للبلد نفسها، ترويج للسياحه بشكل ما. التغير الكبير اللي حدث في المملكه العربيه السعوديه في السنوات الاخيره وما يواكبه من تغير في الرياضه وارتفاع مستوى الدوري واشياء زي دي كده. طب دي حاجه لطيفه. طب هنا يجي سؤال، هل هو مجرد بس ترويج للسياحة السعودية أو ترويج للتغيرات الجديدة اللي حصلت في المملكة من 2015 وحتى الآن، ولا أنه هناك مستهدف في الرياضة وتحديدا كرة القدم السعودية أن هم يبدأوا يخشوا في مصاف الدول الأولى أو صاحبة الفرق الأكثر تميزا أو اللي عندها عدد ضخم من المحترفين؟ اكيد ده الاثنين مع بعض، ما فيش مانع ان احنا نمشي الاثنين مع بعض، ما فيش مانع ان احنا نرتقي بالدوله ونتجه في اتجاه جديد وفكر جديد ووضع جديد. لا بالعكس، توجه كويس. طبعا، وجنبه طبعا ان الدوري السعودي، هو الدوري السعودي الحقيقه استاذ يوسف اخذ خطوات واسعه جدا في السنوات الماضيه، وسحب البساط تقريبا من كل الدوريات الموجوده في المنطقه العربيه والشرق الاوسط. يعني انا حتى كنت سالت اكثر من مره وقلت من وجهه نظري الشخصيه انا بشوف الدوري السعودي حتى اقوى من الدوري السويسري، اقوى من الدوري البلجيكي، اقوى من دوريات كبيره حتى في اوروبا. فاعتقد ان هو بذلك بيضع نفسه في مصاف دوريات عالميه اكبر حتى من اللي انا ذكرتهم دول. بتعاقده مع، لو في حاله لو تعاقد مع ميسي ورونالدو، في حاله تعاقده مع مجموعه من اللاعبين اللي انا ذكرتهم او غيرهم، اعتقد الموضوع بيختلف تماما، الموضوع بيمشي في سكه ثانيه مختلفه تماما. واعتقد ان هو هيبدا النهارده يبيع المباريات دي. لا اكيد في ناس محتاجه في اوروبا وفي الارجنتين في البرتغال تشوف رونالدو مع ناديه الجديد، في ناس محتاجه تشوف ميسي مع ناديه الجديد. فاعتقد ده نوع من انواع الترويج لكره القدم السعوديه زي ما اتفضلت وقلت. هيفضل برضه دوري الاهلي والزمالك هو نمره واحد يا استاذ محمد، لانه هو جزء من الوجدان العربي برضه. خلي بالك بقى، جزء من الوجدان العربي برضه. خد بالك انه في انديه عربيه كتيره سمت نفسها الاهلي على الاهلي بتاعنا، يعني انا بقول لك الكلام ده وانا حتى انا زملكاوي يعني، فهتلاقي انه اهليات كتير في المنطقه اتسمت على الاهلي بتاعنا تيمنا به تفاؤلا وارد الى اخره يعني.
اكيد اكيد هو النادي الاهلي المصري طبعا هو كان اول نادي في المنطقه العربيه كلها وبيتسمى بنفس الاسم، واكيد في انديه كتير اتسمت باسمه زي ما الاتحاد السكندري كده بقى في انديه اتسمت الاتحاد بس فاكثر من نادي مثلا من دوله مثلا. على كل اشكرك جدا يا استاذ محمد، نورتنا وشرفتنا افدتنا كمجره العاده، القيت الضوء على هذا الموضوع انه في النهايه هو تقارير صحفيه لحد دلوقتي، لسه الهلال لم يفصح رسميا عن شيء، لسه ميسي نفسه لم يفصح رسميا باي شيء على الاطلاق، ويمكن استاذ محمد ضرب المثل بانه حتى صفقه رونالدو كان يحيط بها هذا الشكل من الهدوء النسبي او التعتيم، مفيش حد بيقول خالص. وده بالمناسبة برضو مفهوم في إطار إتمام الصفقة، إن كان في صفقة فإنها تتم بنجاح. أرجع وأقول لك برضو دوري الأهلي والزمالك حاجة تانية، حاجة تانية، وهيفضل دايما المتنافسين الأكبر على المستوى العربي أهلي وزمالك. أنا طبعا زملكاوي بس ما أقدرش أنكر إنه هو نوادي كتير فعلا اتسمت أهلي على حس الأهلي بتاعنا أهلي مصر. على كل خلونا ناخد بعضنا ونروح لفاصل، بعد الفاصل هنتكلم حبتين عن الرعاية الصحية وتحديدا في مسألة الاستخدام الخاطئ للمستحضرات الطبية. معانا داخل الاستوديو بإذن الله بعد الفاصل دكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلانية وإدارة الدواء، استنونا لو سمحتوا. ما هو ده بقى اللي انا كنت بقول عليه وانا كنت بتكلم مع زمايلي على كول اوف ديوتي اللي اتباعت ب 68 مليار، دي حاجه عظمه. ميسي 350، اللهم لا حسد. والله كنت بتكلم مع الدكتور بيقول لي طب ناخد 300، قلت له انا هاخد ال 50 مش عاوز ال 300. خلونا نرحب بضيفنا العزيز دكتور شريف كمال مستشار رئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه للشؤون الصيدلانيه واداره الدواء، اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. كله تمام؟ الحمد لله. ماذا تفعل لو معاك 50 مليون يورو يا دكتور؟ لا هنعمل حاجات كتير قوي مش كده؟ هنعمل مصنع دواء طبعا. يتعمل ب 50 مليون ولا اكتر؟ 50 مليون دولار؟ او يورو مش فارقه كتير، هو حسب نوع الدواء اللي هنعمله يعني. ممكن في ادواء، بس طبعا انت حضرتك عشان تعمل دواء عايز تعمل ابحاث علميه كبيره جدا. بس دي ال 1 بليون دولار اندستري، يعني البحث عاوز له بتاع مليار دولار لوحده. ما هو طلع دواء جديد طبعا، عشان تطلع دواء جديد لان لازم كمان دراسات كتيره جدا عشان تطلع دواء جديد وابحاث كتيره جدا، وبعدين عشان تطلعه اصلا وتعمل له ماركتنج ده تسويق، دي حاجه تانية. وهل السوق محتاجه ولا لا، قصص كبيره يعني. حدوث. فالدواء من اكبر يعني من اكتر الاسواق اللي بتكسب، بس من اكتر الفلوس دفع قبل ما تطلع الدواء. صراحه شديده التكلفه، عاليه التكلفه لدرجه مخيفه. طيب خلينا على الحاجات اللي احنا ايه نقدر نشتغل عليها دلوقتي الى ان ندخل في هذا الموضوع وما ظنوش بعيد عن ربنا سبحانه وتعالى. يعني مساله انه هيئه الرعايه الصحيه هتعمل وحده لتقييم الدواء لمنع الاستخدام الخاطئ، يعني ايه؟ وفي حاجه مهمه جدا هنا، الحاج كلمت على مصنع الدواء. اي دواء لما حاجه تروح المستشفى او عياده انت بتبقى محتاج الدواء عشان حاجه يعني مرض معين جه للبني ادم، فالاستخدام الامثل ده معناه مبني على اربع حاجات. نمره واحد ان لما المريض ياخد الدواء يجيب له احسن فاعليه، اعلى فاعليه علاجيه، اقل اعراض جانبيه، ودخلوا عنصر بالسعر المناسب، وزودوا عليها كمان جوده حياه المريض. كويس. لان من اول اختيار الدواء يبقى مناسب لمرض للمرض او التشخيص اللي بيسموه دواعي الاستعمال. الجرعه اخبارها ايه؟ هتكرر الجرعه دي كل قد ايه؟ يعني هتاخدها كل 8 ساعات، كل 12 ساعه، كل 24 ساعه. احنا عندنا علم كامل بندرسه في صيدله عشان نحدد تاخد كل 12 ساعه ولا كل 24 ساعه. طيب لما حضرتك هتدي العيان هتدي له بالفم، يعني هتدي له قرص ولا هتدي له حقنه؟ لان ممكن يبقى الدواء صح بس تروح تدي له حقنه عشان احنا متخيلين ان الحقنه هتخف اسرع. فده غلط. يعني احنا الاستخدام الامن والامثل للدواء ندي الدواء الصح بالطريقه الصح، ده مهم جدا. الجزء المهم منه عشان نفهمه، احنا ممكن نوفر فلوس كتيره جدا لو اشتغلنا اداره الدواء صح وصيدله صح، هنجيب فلوس ميسي ونجيبه يعني. ماشي. انت حضرتك الدراسات كلها اللي في العالم
بعد كده احنا نتكلم على الصيدله الاكلينيكيه وليه نشات، لان هي نشات من ان نمره واحد ان الـ في امريكا مثلا اسباب الوفاه ثالث سبب للوفاه هو الدواء، بس يعني الدواء ده حاجه خطيره، الاثر الاكلينيكي طبعا، يعني الدواء مش الغلط على فكره، انا فاهم هم حاسبين هم، لكن استخدام الدواء نفسه، فاحنا عايزين برضو نوعي الشعب المصري ان الدواء ده مش بونبوني، الدواء ده حضرتك الدراسات في العالم بتقول ان 50% من الوصفات الطبيه اللي مكتوبه ملهاش لازمه، يعني مكتوبه مش بالطريقه الصح. في امريكا بس بيصرفوا كام؟ بيصرفوا مثلا في استخدام الامثل للادويه، خلينا نتكلم على كذا حاجه، ممكن نتكلم مثلا عن المضادات الحيويه، لان المضادات الحيويه هي الكلاس الوحيد او الجزء الوحيد من الدواء او النوع من الادويه، استخدام حضرتك دلوقتي له هياثر على اولادك واحفادك. في امريكا دلوقتي تقريبا في حسب اخر دراسات بيدفعوا كل سنه 4 بليون دولار عشان هم استخدموا المضاد الحيوي غلط. مثلا في انجلترا بيصرفوا تقريبا في السنه 466 مليون او اكتر من 400 مليون شويه استرليني على ايه بقى؟ على الاعراض الجانبيه اللي طالعه من الدواء. وبيقولوا ان في امريكا في الدراسات حسب الدراسات المستشفى في السنه بتدفع 5 مليون دولار عشان يقدروا يعالجوا مساوئ او سوء استخدام استخدامات الخاطئه الدواء، بتكون بقى من المضاعفات، من تفاعلات بين الادويه، بين حاجه مهمه جدا احنا ما بنفكرش فيها، كل دواء زي ما هو له فايده له اعراض جانبيه كتير قوي طبعا، والاعراض الجانبيه دي بتزيد كل ما حضرتك بتغير الجرعه او تستخدمه غلط. يعني لو اتكلمنا على حاجه في منتهى يعني دواء من الناس ما بفكرش فيه، مضادات الحموضه دي ادويه خطر جدا، واحد بتتعامل معاه لانه بونبوني فعلا، ما هو بونبوني والمده كمان استخدامه رهيبه. ده بيعمل ايه بقى؟ في ثلاث حاجات مهمه جدا، واحد ان المضادات الحموضه دي عندها تفاعلات ادويه بتخلي الدواء اللي انت تاخده التاني الضروري ما يشتغلش، منها ان ممكن تمنع امتصاص الادويه، تخلي الدواء اصلا ما يدخلش مكان المفروض يشتغل عليه. الحاجه الثانيه ان لما تنزل الحموضه في المعده ايه اللي هيحصل غير ان في ادويه مش هتمتص؟ الحموضه بتاعت المعده دي ربنا خلقها عشان تبقى اول خط دفاعي ضد الميكروبات. لو نزلناها بالحموضه هيحصل ايه؟ هتزيد تنهار. هتنهار الدفاعات الاوليه وهيزيد مستوى العدوى. الجزء المهم الثاني بقى الاعراض الجانبيه اللي حضرتك بسيط بتاع الدواء اللي حضرتك بتقول عليه مصاصات ده فعلا او بونبوني، من اول بقى الحاجات العاديه للتفاعلات او الاعراض الجانبيه زي الصداع لغايه ان ممكن يخلي فيه يحصل عقم. فطبعا طبعا طبعا الادويه يعني خطيره جدا، ولازم يعني زي ما حضرتك كنت بتتكلم على توعيه المواطن المصري، فاحنا عايزين المواطن المصري لازم يفهم حاجه مهمه جدا، واحد ان الصيدلي ده هو خبير الدواء ويثق فيه، اتنين ان الصيدلي ده موجود عشان يحميه من الدواء، الصيدلي الشاطر هو اللي يصرف دواء اقل ويصرف الدواء الصح في مكانه الصح، ومهم جدا ان احنا نبتدي نتكلم بقى مع المجتمع بتاعنا ان مش الحاجه الحلوه مش مقياس الدكتور الشاطر انه يكتب الروشتة وش وظهر، لان حضرتك الدراسات قالت لو الروشتة فيها اكتر من 3 ادويه يعني فيها لازم تفاعلات دوائية هتوقف الدواء يشتغل، لازم فيها أخطاء، لازم فيها أعراض جانبية رهيبة هتطلع. طيب أنا هستأذن هروح فاصل، وهرجع بعد الفاصل هاخدها بقى من البداية، من أول الروشتة اللي بيكتبها الدكتور. أمريكا على سبيل المثال ما فيش حاجة اسمها الدكتور بيكتب الروشتة باسم الدواء طبعا، هو بيكتب المادة الفعالة بتاعت الدواء وبيكتب هيتصرف لي كام قرص، عشان كده وانا قاعد في امريكا باخد الدواء في العلبه البلاستيك الصفراء بالاقراص، مفيش دواء انتاج شركه كذا دي انا ما عنديش العلبه. طيب احنا ما بنعملش كده ليه؟ ده على سبيل المثال. اتنين، عوده مره تانيه للدكتور الصيدلي اللي فاهم اللي جوه الصيدليه، عشان لو شاف حاجه غلط في الروشتة يقولي لا دول بيتعارضوا مع بعض، ارجع للدكتور بتاعك. فاصل ونكمل الكلام مع دكتور شريف كمال، استنونا.
خلي بالك اللي بنتكلم فيه ده، ده بجد مهم وبجد خطير. يعني انتوا فاكرين فيلم بتاع باتمان اللي هو ذا دارك نايت 2008؟ فكان في شخصيه جوكر، ده هيث ليدجر. هيث ليدجر ده لقوه ميت في بيته كده. طبعا الناس طلعت اشاعات قال لك كان متعاطي ولا متعاطي مخدرات، ده كان واخد ادويه برد، ده كان عنده دور برد وراح واخد ادويه يمين في شمال ولا روشتة ولا بتاع، شويه بواقي ادويه كانت عنده. الرجل روح قبل وجه رب كريم. تاني، هي الادويه لما بتتاخد غلط حتى لو ده انفلونزا بيعمل كده. ارجع مره تانيه لدكتور شريف كمال، نبدا من اول الوصفه الطبيه الروشتة. امتى مش هنكتب اسم او الاسم التجاري بتاع الدواء، هكتب اسم الماده الفعاله والجرعه وهاخدها ازاي، وبعد كده الموضوع متروك في ايد الصيدلي. هو طبعا دي حاجه يعني اساسيه في اداره الدواء، ان تخلي كمان استخدام الامثل للدواء يحصل عشان ابعد عن الاستخدامات الخاطئه. طبعا كمان لان في اصلا كمان المؤسسات اللي بتتكلم في حمايه المرضى وامان الدواء، الاسم التجاري دايما بيسموه بيبقى شبه دايما، لان الاسماء التجاريه شبه بعض. فممكن اسماء التجاريه شبه بعض، دواء قلب زي دواء كحه، فيجيب لك من رف دواء قلب بدل دواء كحه. فعشان كده هم بيقولوا استخدام الاسم العلمي لاسباب كتيره، مش بس استخدام الامثل وللامان كمان. فعشان كده هو بقى وجود الصيدلي ده مهم جدا، وجود الصيدلي الاكلينيكي بالذات. وهو ايه الصيدلي الاكلينيكي ده؟ اللي هو اللي هم احنا دلوقتي بنسمع ان هو موضه او حاجه، لا هو مش موضه، هم ابتدوا يفكروا فيه لما لقوا ان الدواء ده بيموت عندهم عينين كتير جدا. وابتدوا يفكروا ان لازم فلسفه ممارسه صيدله تختلف. انا الصيدلي زي ما كنا بنتكلم من الاول كان بيركز قوي على المنتج، على الدواء بتاعه. احنا بندرس كيمياء قويه جدا وبيولوجي قويه جدا عشان نقدر ننتج الدواء. انتاج الدواء ده في مصانع الدواء، احنا عندنا على فكره مصانع في مصر تاريخيا ودلوقتي كمان مصانع قويه جدا. صحيح. بتنافس في الدواء. لكن هي مش المشكله على فكره، حتى الصيدلي اللي في مصنع الدواء ده صيدلي اكلينيكي. ليه؟ لان الصيدله الاكلينيكيه دي حصل تحول في فلسفه ممارسه صيدله، مهنه صيدله، من انا بركز بس على المنتج، لا انا بركز على المنتج لان ده شغلي، بس بركز على العيان. يعني ايه؟ لما اجي انتج منتج للاطفال، دواء للاطفال، وانا مش كلينيكال فارماسي، هنتج دواء الطفل مش هيرضى ياخده عشان طعمه وحش، ريحته وحشه، الكرتونه من بره مش ملونه. لكن لو انت كلينيكال فارم شغال في مصنع دواء، هتطلع كرتونه ملونه، طعم الدواء حلو، الكلام ده كله. طبعا الصيدله بقى في تحولها ده عشان تقدر تخدم المريض، واحد هو المريض بقى في سنتر الاهتمام، بقى في مركز الاهتمام بتاعي، بس الصيدلي هو خبير الدواء. والحاجه الثالثه والمهمه جدا بقى اللي هنبني عليها بقى كل الشغل بتاعنا، هو ان كلينيكال فارماسي دي اساسها الاهتمام بالاوتكمز او المخرجات، او المخرجات تطلع. والمخرجات دي عندنا دايما حاجتين، فاعليه والمامونيه بيسموها بتاعه الدواء او سلامه الدواء. وعشان تعرف لو عايز تدخل اي مستشفى، وبيزاويه هو الصيدله الاكلينيكيه اهم صيدله الاكلينيكي اللي في الصيدليه اللي في المجتمع بره، ده اهم صيدله، مش بس اللي انا بروح له جنب بيتنا. طبعا ده اهم صيدلي اكلينيكي. وهو بقى الصيدلي ده لو في مستشفى او في اي مكان، عشان تعرف ان الصيدلي الاكلينيكي تعرفه منين، هو سؤال واحد: هل الصيدلي ده هو عنصر اساسي في صنع واتخاذ القرار الصحي او القرار الطبي؟ لان هو الصيدلي عنصر اساسي في فريق الصحه، حتى هم غيروا اسم الفريق الطب، ما بقاش اسمه فريق طب، اسمه فريق صحي. لان الصيدلي والطبيب والممرضه مهمين جدا، وابتدوا يغيروا كلمه صيدله فاضافوا كلمه اداره الدواء. ده مهم قوي. واداره الدواء دي بتبني بين ايه بقى؟ الدوله، دستور الادويه اللي في الدوله، مين اللي بيختار الدواء؟ ده مجموعه من الناس شغاله عشان تختار الدواء المناسب نقدر نستخدمه في الدوله دي. فمن الحاجات المهمه جدا، واحد حضرتك قلت رحله الدواء. رحله الدواء ما بتبتديش على فكره لما الدكتور يكتب الدواء، لا، ده في حاجه مهمه جدا الصيدلي بيشتغل فيها قبل ما الدكتور يفكر يكتب الروشته الطبيه بتاعته. هو الطبيب ده الاتيتيود بتاعه في كتابة التذكرة ايه؟ او في كتابة الروشتة ايه؟ لان ساعات لازم نبني وبنساعد الطبيب دلوقتي كصيدلي في مفهوم ادارة الدواء. الصيدلي مسؤول ان الطبيب يكتب الروشتة صح، وان الممرضة والمريض ياخدوا الدواء صح، وفي النص شغلنا كتير جدا. فواحد اختار الدواء صح واحطه في دستور ادوية،
وبعدين اشتغل مع الاطباء المتخصصين والصيادله المتخصصين في مجال معين نعمل ادله علميه. يعني حضرتك دلوقتي دخلت المستشفى، اي حد يدخل مستشفى او وحده صحيه عنده كحه، حضرتك هتلاقي دليل علمي عنده كحه، خط سير كده، كحه دي شكلها ايه، طب خد دواء قبل كده ايه، اديله كذا، خط علاجي اول. طب ما استجابش، طب ما استجابش، دي بقى هنعرفها ازاي بقى؟ ده اللي احنا بنعمله في وحده تقييم الادويه. ما استجابش دي احنا بنحط قبل ما ندي العيان، قبل ما الدكتور يكتب التذكره احنا الخطه العلاجيه بنحطها معاه، دي اهم حاجه. فالخطه العلاجيه دي اهم حاجه في الخطه ايه؟ الاهداف. فحضرتك قبل ما الصيدلي يصرف الدواء لازم يبقى مراجع الوصفه الطبيه كويس جدا جدا جدا، بحيث واحد تبقى الوصفه الطبيه دي ملائمه للمريض واستخدامها امثل في كل اربع حاجات، اكتر فعاليه، اقل اعراض جانبيه بسعر المناسب، وجوده حياه العيان كمان نحافظ عليه، مش نخففه من حموضه بس نخليه ما يعرفش يخلف. ايوه. وبعد كده طيب هو هياخدها ازاي؟ هياخدها بالبق، هياخدها وريد، وازاي نقدر نتحكم في ده مع المريض؟ البق والوريد والحقن العضلي العميق وتحت الجلد، دول الانواع اللي انا اسمع عنهم يعني. صح. حاجة بسيطة كده. حاجات بسيطة. كنت زمان بروح سور الأزبكية اشتري كتب بتاعة كلية الطب. لا 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 لا. مش عارف ليه يعني، بس فادتني شوية. لا لا طبعا. دكتور نورتنا وشرفتنا، وإن كان ده كان حديث قصير ولم يوفي لسه الموضوع حقه، فنتمنى إنك يعني تقبل مننا دعوة تانية بإذن الله، عايزين نتكلم أكتر على الموضوع ده، لأنه موضوع فعلا شديد الأهمية، واللي بتقوله ده نقلة نوعية بتجرى في مصر، ده بجد مش هزار ومهم وكبير. كل شكر ليك يا دكتور شريف. شكرا جدا، نورتنا بجد. يعني حضرتك الموضوع اللي حضرتك بتشيله ده مهم جدا جدا، ومهم الناس كلها تبتدي تتكلم على الموضوع ده، يبقى فيه توعية. هيئة الرعاية الصحية ان شاء الله هو ده شغلها الشاغل الفترة الجاية بإذن من الله. اتجاهات مختلفة، وان شاء الله ده مستقبل يعني الصحة في مصر ان شاء الله. بإذن شكرا الله. جدا بإذن لحضرتك. ده احنا اللي شكرا، كل الشكر لدكتور شريف كمال، مستشار رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية للشؤون الصيدلانية وإدارة الدواء. خلصت الحلقة لحد كده، ده صحيح. كريم رمزي داخل معاكم ورقم 10، هنخليه يحكي لنا حكاية ميسي برضو تاني، موضوع 350 دول ما شاء الله ربنا يبارك يعني. والناس دي بتعمل ايه بالفلوس دي كلها؟ والله انا مره قعدت افكر، كل احلامي البرجوازيه، وانا احلامي البرجوازيه بسيطه يعني، مش عارف ما اقتربتش من الرقم ده ولا عشره حتى، على كل عشر والله ولا حتى ربعه، يلا على ربع العشر. خلصت الحلقه لحد كده، لو كلينا العمر لسه لينا كلام تاني بكره ان شاء الله، وبرنامجكم التاسعه. سلامات.